للحديث أكثر عن انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن وزعزعة استقرار المنطقة بعد قصفه لجازان، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يمن السيد صالح الجبري. أستاذ صالح، بداية مرحبا بك. قتلان بسبب قذيفة أطلقها أو أطلقتها ميليشيات الحوثي على جازان في السعودية، كيف تقرأ هذا الاستهداف؟ هذا الاستهداف هو جاء كما تقول ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، كرد فعل على ما قامت به طيران السعودية مشكورة في تدمير مخازن وللأسلحة وإطلاق صواريخ سكود، وأيضا هذه المرة الضربات واضحة أنها دقيقة وموجعة لميليشيات الحوثي، وكان من ثمرات هذه الضربات الطيران السعودي أن قتلت قيادات كبيرة من الصف الأول في ميليشيات الحوثي، وعلى رأسها ذلك السفير الإيراني المعين من قبل إيران لدى ميليشيات الحوثي حسن إيرلو الذي قتل كما نعلم جميعا قبل 4 أيام، وهنا قيادات أيضا من الصف الأول، بل أصبح التحالف الآن بقيادة السعودية يعطي مهلة ساعات معينة لتفريغ بعض المراكز المدنية والمؤسسات المدنية لإخلائها من السلاح، وإلا سوف تتعرض لضربات كما حدث في قبل يوم في ضرب ملعب مدينة الثورة الرياضية الذي حولته ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى مخازن الأسلحة، كما حولت الكثير من المدارس والمؤسسات للأسف إلى مخازن الأسلحة. طيب، إلى أي مدى تأكد مقتل سفير إيران في صنعاء في أحد هذه الغارات بالحديث عن ضربات تحالف دعم الشريعة؟ أكثر من مصدر، سواء مصادر محلية ومصادر من داخل ميليشيات الحوثي، كانوا يقولون في البداية أنه يعني قتل أو مات بسبب كورونا، ولكن بعد أن جاءت يعني كثير من التصريحات يعني الغير مباشرة من قبل الميليشيات ومن بعض الصحف الإيرانية المعارضة من داخل إيران أكدت بأنه قتل في اليمن، ولكن الخلاف كان هل قتل داخل صنعاء أم قتل في مدينة مأرب في جبهة مأرب، ولكن يبدو أن الراجح أنه كان مجتمع مع بعض القيادات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية ليخططون لمعارك مأرب، وفشل الحوثيين في دخول مدينة مأرب، ويبدو من خلال المخابرات يعني جاءت الضربة هذه المرة واضحة وقوية جدا، بل هناك قيادات عسكرية لا زالت يعني، والحوثي عمد الناس انه لا يظهر القتل مباشرة لكن ياخذ تمهيد بعض الاشاعات حتى يظهر بعض الى هناك اخبار مؤكدة بانه قيادات اول قتلت في هذا الاجتماع، ويبدو لي ان الايام القادمه سوف يعني باعذار اي من قتل في الجهاد. يعني هل تعتقد ان ايران هي من خططت لقصف جازان ردا على مقتل حسن ايرلو سفيرها لدى الحوثي؟ نعم. طيب. استاذ صالح تسمعني؟ الصوت غير واضح للأسف، نعتذر منك. وعلى أي حال نشكرك شكرا جزيلا. رئيس مركز يمن الأستاذ صالح الجبري، كنت معنا من إسطنبول.